أنا أقول مبكر نقول عنها فساد، هي ممكن تكون هي أخطاء مثل ما تفضل في البيان، أخطاء مالية، ارتكاب أخطاء مالية، عدم التقيد بالأنظمة المالية وأنظمة الصرف والاستلام والتسليم. يعني أنا أعتقد أنه يعني خطوة رائعة من اتحاد الكرة، وجت يعني أنا أعتقد بتوجيه من هيئة الرياضة بإقالة الأستاذ خالد شكري من مركز التحكيم، هو كان في المركز كان في وحقق مع الرجل، والرجل اعترف، الرجل اعترف طبعا، يعني كان الرجل عليه قضية سابقة، قضية في لجنة الاحتراف، وتم التحقيق معه وإبعاده عن لجنة الاحتراف وتعيينه في لجنة أخرى. للأسف أنا أقول من اللي عينه في اللجنة الأخرى، من اللي تستر على الوضع في ذلك الوقت. أنا أعتقد أنه يعني في أطراف ربما المستقبل القادم يبين أطراف أخرى غير خالد شكري عبد الله البرقان لها علاقة في هذه المواضيع، مواضيع خطيرة، الأمور المالية موضوع خطير جدا. الخطوة جريئة وقوية، صحيح، خطوة جريئة وقوية، ونشد على أيدي اتحاد الكرة وعلى هاي الرياضة باتخاذ مثل هذه الخطوات الحاسمة والحازمة، واللي يريح الواحد انه فيها شفافية متناهية، صحيح، وتفصيل كامل، الظهور امام الاعلام وكشف الاسماء وكشف الملابسات، يعني صراحة يعني قمة النزاهة والشفافية تمارسها الان هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم. نتمنى انه يعني تواصل هذه الخطوات، واذا كان في اشياء اخرى، ملفات اخرى تكشف ايضا. يعني انا اعتقد اللي كشف مثل القضيه قادر ان يكشف ملفات اخرى، نعم، وانا اعتقد انه يعني مثل ما يعني قال التحقيقات مع خالد شكري انه تم المخالفات ارتكبت بإعاز من عبد الله البرقان، ربما عبد الله البرقان يقول بإعاز من شخصيه اخرى، بس ما تعلن النتائج الا بعد التحقيق. فانا اقول التحقيقات يمكن لا تحت اليوم صدر قرار اقاله الكابتن عبد البرقان مؤقتا من اتحاد الكره حتى يخضع للتحقيقات، وطبعا التحقيقات بتكشف اشياء كثيره، وانا اعتقد انه في خفايا اكثر مما اعلن. قرارات جريئه ابو